السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال ودخلت على التاسك مانجر عايز تشوف ايه اللي بيستهلك الرامات، فهتلاقي يعني سبحان الله جوجل كروم مستهلك رامات بطريقة فظيعة جدا، كل تاب منهم مستهلكة. ففي أداة اسمها ذا جريت ساسبندر، دي بتعمل ايه؟ دي بس انت بتشغلها هو بيقفل اي حاجة انت مش متفعلها دلوقتي، تمام؟ يعني انت شغال على حاجة بيقفل لك الباقي لحد ما انت تقوم مفعله، تمام؟ فهي الأداة دي ميزتها في كده، تقول مثلا لا انا عايز في الديت افتحها، هو الحاجه مثلا اللي تقعد مثلا 10 دقايق ما تفتحهاش يروح قافلها لحد ما انت تعملها ريلود، فده بيقلل استهلاك الرامات ويخلي الجهاز معاك سريع.